السلام عليكم، احنا رجعنا لكم عاوتاني من جديد فيديو اخر على حساب. دابا بزاف الناس كيسولوني كيفاش جيت لهنا لبريطانيا وكيفاش تعرفت على الزوجه ديالي. القضيه ماشي سهله وماشي صعيبه، الواحد خاصو غير يعرف كيفاش يتعامل مع هاد الامور هادي. انا غادي نشرح لكم كاع لي ديطاي ان شاء الله على حساب كيفاش تعرفت على المدام عندي وكيفاش جيت لهنايا وكيفاش تعلمت لونجلي، بحيث لونجلي هي اهم حاجه الواحد اللي خصو يتعلمها. اهم حاجه هي لونجلي، هي اللي غادي تحل لك بزاف البيبان، حيت ماشي على قضيه ديك تقول فرونسي غادي تنفعك فقط في البلاد عندنا في المغرب ولا في فرنسا ولا في بلجيكا، هادو ما ثلاثه الدول اللي يقدروا ينفعوك. اما لونجلي راه انترناسيونال، راه كلشي خصو يعرف هذه القضيه هذه. حيت انا اصلا ملي طلعت تركيا، انا غادي نشرح عاوتاني فيديو على حساب تركيا، طلعت غير بلونجلي، ما طلعت لا بشي ديبلوم ولا شي حاجه، شديت لونجلي تعلمتها. ومن تما طلعت تركيا، حيت انا المدام تعرفت عليها في تركيا ملي كنت خدام انا تما، كانت جات هي كتوريست عندي. المهم هاد الديتاي كامل غادي نعاودهم ان شاء الله، يعني بالتفاصيل الممله. وعلى حساب الواحد كيفاش يتعرف على قاوريات، هي غادي نشرح لكم القضيه. كاين واحد ليزابليكاسيون حيت تعرفت على بزاف، ماشي غير هذه الاولى يعني. وشوف ربي المكتب، هذه هي اللي خص الواحد يعرف كله مكتب، كله واش كيدير لي المكتب هذا، حيت لحقاش الاغلبيه كيبقاو باش تهضروا مع قاوريه ما كيبقوش تدوا لينا. لا كاين واحد طريقه اخرى غير فيسبوك غير انستغرام، كاين واحد ليزابليكاسيون ديال كيتعلموا لونجلي. انا غادي نحط لكم كلشي ديالهم تما تحت الفيديو ان شاء الله. غادي تلقاو كاع لي زابليكاسيون اللي باغيين ديال تعلم لونجلي، وهي اللي كتهضر بهم مع الكور، فهمتي؟ كتعزل اي دوله بغيتي. بغيتي مثلا نقول مثلا بغيتي بريطانيا، بغيتي اليونايتد كينغدوم، غادي تلقاها غادي تكليكي عليها. مهم شوف، غادي نشرح لكم كامل كاع لي ديطاي، غادي نكتب داكشي باش ما نغلط حتى شي حاجه، وغادي نعطيكم داكشي ستيب باي ستيب، درجه درجه، غادي نعطيكم يعني كاع التفاصيل الممله كيف قلت لكم. وان شاء الله الامور غادي تدوز بخير وعلى خير. هذه هي المعلومه اللي غادي نقدر نقول لكم. دابا غير تسناو فيديو اخر دابا الجاي، دابا غادي نديو الكلب حاشاكم يضرب دوره، عاد غادي نجيو نرجعوا للدار ومن ثم غادي نكمل لكم ان شاء الله. المهم اخوتي انا دابا غادي نحسن، غادي عند الحلاق دابا نشوفوه، ومن ثم غادي نتغداو ان شاء الله. وابر من اللي غادي نرجعوا للدار غادي نهضر لكم على كيفاش الواحد خص يجي لهنايا وكيفاش تعرف على المدام عندي انا. المهم شوفوا فيديو اخر من بعد وبعد الحلاق ان شاء الله. بيس. السلام عليكم، حنا رجعنا لكم من جديد. دابا يلا جيت مع عند الحلاق، كيف قلت لكم مشيت تحسن شويه هنا من هنا، كنت باغي ندير لكم فيديو. الساعه كانت الشك تصب مجهده بزاف، وانا عندي تليفون كنصور به دابا حاليا، باقي ما خديت شي كاميرا ديال شي جو برو مثلا ديال الماء ولا شي حاجه. المهم قلت خليتها نجي للدار ونهضر معكم ونشرح لكم القضيه كيفاش تعرفت على لويز وكيفاش مشيت لتركيا خدمت في تركيا وكيفاش تعلمت لونجلي. المهم غادي نبداو باهم نقطه هي لونجلي. لونجلي راه نبدا على نبداو الهضره عليها هي الاولى، حيت الا ما عندكش لونجلي راه ما عندك والو. لا ما تفكر غادي تقول غادي نجيب مثلا قاوليه ولا هذه ولا هذه، حيت لونجلي ماشي على غير قاوليه، على بزاف الحوايج غادي ينفعوك في حياتك، مثلا خدامي بزاف الامور كيف قلت لكم قبيله. لونجلي انترناسيونال وهي اللغه الاولى عالميا، تقدر تخدم فيها في اي بلاصه. يعني انا ملي خدمت انا في الخدمه ديال تركيا خدمت فيها غير بلونجلي، لونجلي هي اللي داتني انا وخلاتني خدم تما. المهم على حساب هاد لونجلي على لي زابليكاسيون اللي غادي نشرح لكم كيفاش تعلمت لونجلي وكيفاش وليت كنعرف هو منها من هاد لي زابليكاسيون. كاينين واحد جوج ديال لي زابليكاسيون هما اللي خدامين مزيان بعدا، الا كتعرفوا شي حاجه اخرى ما عرفتش. المهم هادو ملي كنت كنهضر بهم انا بزاف وتعرفت على بزاف الناس، ومنهم جاو المغرب، شحال من واحد منهم، شحال من وحده جات منهم المغرب، والامور كيف كنقولوا كيبقى المكتب عاوتاني وصافي. كاينه اول ابليكاسيون هي هلو تارك. هلو تارك غادي نحطها لكم تحت الفيديو، غادي تلقاوها ان شاء الله.
اللي باغي تيليشارجي هاد الابليكاسيون. هاد الابليكاسيون شنو هي؟ هاد الابليكاسيون كدير مثلا كتهضر مع بزاف الناس على برا، مثلا باغي تعلم مثال، باغي تعلم مثلا السويديه مثلا فور اكزامبل، ياك باغي تعلم السويديه كدير في روشيرش كدير سويدن، غادي دير سويدن باغي تعرف على الناس اللي كاينين في السويد مثلا، وغادي دير اش باغي نقول لك، الناس اللي انت مثلا كتهضر العربيه وباغي تعلم لونجلي، غادي تلقى الناس اللي في السويد كاملين اللي باغيين يتعلموا العربيه وعندهم لونجلي باش يعطوك لونجلي، يعني كتبقى تبادل معاهم الحوارات، يعني انت كتعلمهم عربيه وما كيعلموك لونجلي. هنا فين تعرفت على شحال من وحده انا من القضيه هذه شويه، عاوتاني كدير ما بغيتي تسوي، كدير ميريكان، كدير اليوكي، كدير اي حاجه، يعني اي دوله بغيتي تعلم ليها، وكيكون حاط هذاك التعريف ديالك مثلا، انت حاط كتهضر بالعربيه وباغي تعلم لونجلي، كتلقى الناس اللي باغيين يتعرفوا يتعلموا العربيه وكيهضروا بالانجلي، يعني هنايا كتولي المبادله بيناتكم. كاينه هذه اللي قلت لكم هلو تشات، وكاينه ابليكاسيون اخرى هي الثانيه هلو بال. هلو بال هي كاينه ابليكاسيون بحال هكا بحالها، هي بنفس الطريقه، يعني هادو هما اللي مزيانين، هادو هما اللي غادي تتعلم فيهم الانجلي بالزربه ان شاء الله، وغادي تعرف على ناس بزاف منهم، بزاف بزاف بزاف. يعني هذه القضيه شوفوا شكون اللي عارفها ولا اللي ما عارفهاش، المهم انا القضيه لقيتها كنخربق شحال هذه باش نتعلم لونجلي، تلقيت هذه القضيه ومن وراها جيت تعلمت على تعرفت على الناس. مهم هذه القضيه هذه كيف قلت لكم لونجلي كان مهمه بالنسبه للواحد، من بعد هذا الشيء كيعطيك بزاف ديال البيبان، لونجلي كيعطيك بزاف ديال البيبان فين تخدم، فين يعني شحال من حاجه. انا لقيت الخدمه في الامارات ولقيت خدمه في تركيا، جاوني في بجوج في خطره، بديت كنخمم انا قلت الامارات شويه سخونه علينا وداك الشيء، وخدمتي انا غير مع توريس يعني في اوتيل، وجاوني بنفس الخدامي نفسهم اللي كاينه في الامارات اللي كاينه في تركيا. ملي جيت نخمم قلت اللهم تركيا الواحد الجو ديالها بحال المغرب تقريبا، اما الامارات راه بعض المرات كيطلع عندها حتى 55 درجه، وخدمت بعض المرات كشغل في الشمس، ما قلتش ما غاديش يصلح لي، ولا مشيت لتركيا. تركيا لقيتها دولة زوينة متقدمة على المغرب شحال من حاجة، واخا المغرب عندنا زوين في واحد الناحية راه بلا ما نهضر عليه، وهاد الناحية الصراحة مزيان المغرب، وإنما تركيا يعني غير نظام، تم الشعب منظم، الشعب يعني عقلية زوينة، كلشي يعني شحال من حاجة فيها زوينة. خدمت في تركيا واحد الخدمة ديال الأنيماسيون، هي اللي غادي نهضر عليها إن شاء الله في واحد فيديو خاص اللي باغي يخدم في تركيا، هي اللي غادي نهضر عليها نيشان، يعني ما غادي ندير حتى شي حاجه على الفيديو، كنعرفكم على راسي مزيان وكنعرف المدام كيفاش تعرفت عليها حتى هي وداك الشيء. المهم خدمت في تركيا في 2017، جاتني خدمه تما، صراحه خدمه زوينه في اوتيل في انيماسيون، ما كديرش حتى شي تماره، ما فيها حتى شي حاجه يعني ديال اللي غادي تكرفص فيها ولا شي حاجه، كتكون ديما لابس نقي، لابس مزيان حوايجك. كاين الاغلبيه كيقول هاد الخدمه بحال الكيد، لا انا ماشي كيد، لا انا انيماسيون كتكون في الصباح، كتكون يعني كتفوج على التوريس، يعني كيفاش خاصك شنو كاين في الاوتيل مثلا، كتولسهم كتهضر معاهم كتريح معاهم كتاكل الماكله اللي كياكلوا، نفس الشومبر حتى عندك، نفس الشومبر اللي عندهم، نفس الالعاب اللي كيلعبوا مثلا، البيسين، البحار نفسه كتعوم فيه حتى، يعني كل شيء عندك انت فابور، يعني ماشي بحال البيرسونيل اللي خدامين الاخرين مثلا، بحال لي بارمان، بحال لي مثلا سربايا مثلا، داكشي هادو كيكون ديما محبوس عليهم هذاك الشيء، وفور بيدن يعني ممنوع عليهم يهضروا مع توريس. هادي القضية كتعرف على ناس بزاف في الخدمة هذيك، كتعرف على ناس بزاف، كتعرف على لي كونتاك، تاخد مثلا كتعرف ناس كاع تقريبا كاع لوروب، بلجيكا، السويد، الانجليز، في اي بلاصة، فرنسا، في اي بلاصة، يعني كتاخد لي كونتاك مثلا تبغى شي خدمة مثلا برا ولا شي حاجة، حيت جاتني شحال من فرصة بحال هاد القضية هادي. المهم في 2017 خدمت ساليت، رجعت بحال هادشي للمغرب. 2018 طلعت عاوتاني، جاتني عاوتاني كونترا مع، كتبقى ديما خدام معاهم، صافي سالير زوين، كلشي زوين، الماكلة عليهم، السكنة عليهم، يعني فلوسك السالير ديالك في جيبك، والماكلة كتاكل كيف قلت لكم كتاكل مع التوريس في البيفي ديالك، كلشي كتمشي تعزل حتى الماكلة، ماشي كيعطوك بلاصة أخرى تاكل فيها بوحدك، وكتجلس مع التوريس تريح معاهم. المهم في 2018 ملي جيت لتركيا كنت جيت لواحد البلاصة سميتها أنطاليا بالضبط بالير، خدمت تما كنت خدام بخير عادي. المهم تا جات لويز،
لويس جات كاتوريس كانت تما كي اندستان سانتين ريلي قالت كا كتفهم شوية المهم راه كتعرفات شوية العربية مزيان حيت راه جلسات معايا في المغرب راه تقريبا نقول شي 7 شهور انا جاي لكم على هاد القضية ديال المغرب ان شاء الله. تعرفت على لويس في 2018 في هاد العام هذا اللي فات في تركيا جات هي كتوريس تما في لوطيل. المهم شفتها انا في الاول كعادي كتوريسية خاصني نهضر معاهم عادي مع جات هي امها خاصني نهضر معاها عادي ممكن قلت لكم الشك تشوف فيا ناضت شويه عيطات لي هي امها جيت سلام سلام بخير هادي صافا واش اول مره تجي لوطيل خدمتي فيه قلت لهم اه هادي خدمت فيه اول مره ناضوا قالوا لي راه حنا جينا ديجا العام اللي فات في 2017 وما شفناكش قلت لهم اه راه ما كنتش خدام كنت خدام في اوطيل اخر ما كنت خدام في واحد الكومباني وكيحولوا من الاوطيلات ولكن هذا العام خدمت مع اوطيل واحد قال لي اه راه كنا داك العام وهادي وهادي شويه ما ناضش خلاتني مريح انا وياه صافي وانا نفهم انا شي حاجه كاينه جلسنا هضرنا عادي شحال في عمرك شنو سميتك راكم عارفين ديك الكونفرساسيون اللي كتكون ديما بين الدري والدريه على البديه هضرنا عادي صافي انا يعني بينت لها انني راه دايره خدمتي بحال لا الخدمه ديالي وصافي ابري هادشي العلاقه بدات كتطور بديت كنحس بشي حاجه يعني امها ولات كتهضر عليا بزاف ولات تقول لي انت غير على الدراري هنايا هادي المهم بدات كتشكر بلا ما نبقى نشكر فراسي يا دا القضيه انا كنت كنقول لكم التفاصيل المهمه ممله القضيه تطورات شويه وليت كنهضر معاها نخرج انا وياها من لوطيل من وقت الخدمه انا معاهم جلسه 15 يوم في لوطيل الوقت انا اللي عندي بوز في الخدمه كيف شي نخرج انا وياها من لوطيل نمشيو نضربو دوره غادي حتى واحد النهار ويجي يتفاجئني مالك قالت لي درت واحد الحاجه شنو هي الحاجه قالت لي راه وشمت سميتي سميتك هنايا راه درتها بالعربيه والله عيلك جيت نشوف نلقاها كاتباها بالعربيه واش ما واش ما وانا راك عم عارفين انا ما في راسي والو انا الواحد اللي غادي يبغي يعني يقول علاش خليتها واش مات ولا هادي ولا اللي انتقل نظام على القضيه انا ما كنتش عارف الصراحه تقال انا غير هي جات فاجاتني هما حيت هما عندهم عادي هاد القضيه ديال الوشام مشات يوم هو واش مات قالت لي احق راه درت السميه ديالك وراك عاجبني هادي بلا بلا راكم عارفين لقيت السميه ديالي انا بقى في الحاس علاش علاش السميه ديالي فيها اسم الله الجليل عبد الجليل ما راكم عارفين كيف قضيه ديال مثلا الحمام وداك الشيء راه شويه كتكون حرام وما معرفش ما نقول ليها معرفش ما نقول ليها من بعد عاد شرحت لي هاد القضيه انا جايكم على هاد الشيء هذا دارت هي مسكينه هي ما عارفاش كانت كاع ما مسلمه والو المهم دازت هاد القضيه هادي المهم هاد القضيه دازت نهار غادي تمشي بقات لها يومين وغادي تمشي راكم عارفين ديك الفتره ديال الفراق راك تكون صعيبه و 15 يوم دوزناها كامله عرفتي يعني الصراحه ناس زوينه وداك الشيء يعني داك الملل مابقاش عندك مثلا خدمه ولا شي حاجه واخا ما كاينش داك الملل المهم كتحس بواحد لومبيونس ولا بزايد اكثر بغات تمشي مسكينه حطات ليا شي فلوس صراحه انا ما كنتش متوقع هاد القضيه هادي مشات شدات النمر ديال الكونت ديالي وحطات فيه فلوس جيت نشوف لقيت تقريبا شي مليون انا دابا كنقول لكم الدراري انا والبنات يعني كنعاود لكم كل شيء يعني ما غاديش نبقى نفكر انا كنقول لكم دابا داكشي اللي ديال الشان اللي جا من فمي كنقولو ماشي خاصني نكتب ونقول داكشي اللي خصو يتقال واللي ما خصوش يتقال ما يتقالش انا المهم انا كنبغي داكشي عفو صافي اللي غالي فمي غادي يتقال داكشي علاش كنتعكل بعض المرات حيت راه ما حافظ والو راه جي وقول المهم هاد القضيه دارت حطات لي شي فلوس تما انا تصدمت في هاد القضيه قلت لها علاش هادي قالت لي لا انا بغيت نحطهم وصافي صافي الغد لي كانت غادا تمشي بقى فيها الحال مبغاش تمشي عيطات بعد الشاف ديالها باش تعطيها كونجي اخر باش تزيد في لوطيل تبقى فيها عيطات ليها الساعة الشافة قالت ليها لا I told him about when you want to stay in Turkey when you call your boss yeah you remember and she said no you have to come back بغات تبقى ما قدراتش تمشي قالت لي ما صافي غير سيري انا غادي نعاود ندير ريزيرفاسي اخرى لوطيل وغادي نزيد 15 يوم اخرى ما بغاتش والو قالت لنا لا ما غاديش نمشي نات البوس ديالها الشيف ديالها ديال الخدمه قالت لها لا ما غاديش الباترونه ديالها قالت لها لا قلت لها انا محتاجاك خاصك ضروري تمشي علاه انا بقيت كنبزز عليها غير سيري غير سيري غير سيري غير سيري بقيت معاها حتى مشات وين فوز لي اولسو يو كان جو كوز يو وانت تو ليف يور جوب اوريدي ان ذات تايم حيت
بغات سالي الخدمه ديالها بغات تدور في الشرفه ديالها قالت لي صافي راه غادي ندورها بغيت نبقى صافي قال لا ما تخسريش معاه الباترون ديالك سيري كمل خدمتك والامور ديالك غير سير بقيت معاه بزز عليها حتى مشات هي هذيك ملي النهار اللي غادي تمشي فيها اسمحوا لي النهار اللي غادي تمشي فيه كانت غادا ما قدراش تمشي كاع والو صافي بقينا كيف قلت لكم بزز عليها مشات هي هذيك ملي مشات بحالاتها لبلادها صافي ولا طلع لها الدم ديال بصح مابقاش باغا تخدم حتى شي حاجه حتى انا صراحه بقى في الحال حقاش دوزات معايا واحد الوقت زوين ومشات ابر من بعد ديك الفتره عيطات لي قالت لي راه غادي نسالي الخدمه ديالي قلت لها علاش قالت لي صافي قررت وما تقولش حبسنيش وما دير لي حتى شي حاجه قلت لها لا ميمكنش قالت لي شوف انا قررت قرار نهائي وين يو ليف يور جوب قلت لها قالت لي قررت قرار نهائي ما غاديش نبقى في الخدمه انا باغي نجي عندك قلت لها لا انا ما قادر ندير حتى شي حاجه وانا راه خدام وهادي قالت لي صافي ماشي صافي قلت لها شنو ديري الا كنتي غادي تجي غادي تجي مع قالت لي غادي نجي عندك لتركيا ومن تركيا نمشيو للمغرب ونبقاو في المغرب قلت لها كنتي غادي دير هاد القضيه صافي انا تسنيني حتى نسالي الخدمه ديالي انا غادي نساليها في الاخر ديال شهر 10 قلت لها بغيتي تجي جي هي هذيك ساليت الخدمه ديالي انا نهار 3 في شهر 11 نوفمبر